السلام عليكم. أمس كان في لقاء مباشر بيني وبينكم وكان بعنوان الفضول الجنسي عند الأطفال، وجاوبت على 12 سؤال، وطبعا منشور اللقاء موجود، لكن واحد من الأسئلة بعض التعليقات يعني وردتني فيها استفسارات وفيها تعليقات. الأم تسأل تقول ولدي عمره 11 سنة، شنو أكشف من ملابسي ومن جسدي تجاهها؟ طبعا جاوبتها جواب سريع ومختصر وقلت لها طالما هو ولدك ولدك وإلى الآن لم يبلغ فيحق له يشوف من جسمك ما عدا السرة والركبتين اللي هي عورة المرأة. طبعا البعض قال لا كيف وكيف تكشف يعني صدرها ولا بطنها ولا ذراعيها، يعني طبعا احنا خلونا نفكر ونجاوب بطريقة شرعية. الحلال حلال والحرام حرام. الفقهاء لما تكلموا قسموا أعمار الأطفال، إما طفل غير مميز يعني أقل من 7 سنين، أو طفل مميز يعني من 7 إلى سن البلوغ، أو طفل بالغ، وكل شريحة من هالشرائح الثلاث مسموح له يشوف من جسد المرأة جزء معين. يعني لما نتكلم عن أطفال 2 و3 سنوات و4 سنوات حكمهم يختلف عن طفل عمره 8 و9 و10، وحكمهم يختلف عن طفل بالغ أو بلغ. بلغ يعني معناته في شهوة، وبالتالي إذا بلغ الطفل نتعامل أنه كأنه كبير خلاص، يصير ممكن مثلا تكشف ذراعيها، رقبتها، شعرها، الساقين من الأسفل، ممكن لن يبقى هو ولدها وبنفس الوقت هو بالغ. لكن إذا كان صغير وطفل صغير 2 3 4 5 سنين، لا، هني ممكن حتى لو انكشف الفخذ أمام الطفل لأنه صغير 2 3، يعني ما في حرج. بينما إذا كان مثلا من 7 إلى سن البلوغ هني نتحفظ شوي ونقول والله من السرة إلى الركبتين، وممكن الأم تراعي تشوف نظرات ولدها، تشوف رغبة ولدها، يعني القضية هذه ممكن نراعيها. فالمسألة فيها تفصيل، بس لأنه أمس كان لقاء مباشر وكانت الإجابات سريعة، فلذلك أنا أجبت إجابة سريعة ومختصرة، وحبيت اليوم أفصل لكم في الجواب من خلال هذا اللقاء. لكن تبقى القضية تقديرية، كل أب وأم في البيت ممكن يقدرون قضيتهم التربوية، يقدرون علاقتهم مع أولادهم. المهم في الأخير نبي نربي عيالنا على الستر وعلى الحشمة، ونربي عيالنا على العفة، وبنفس الوقت ما نهمل التربية الجنسية، وخاصة اللي تكلمنا عنها أمس الفضول عند الأطفال. وقلت أمس أنه قضية الفضول قضية أساسية، وكل الأطفال يحبون يستكشفون ويسألون، وإحنا لازم نتعامل معهم بطريقة إيجابية وطريقة تربوية صحية.